فرسين يجران عربة. وهذا أيضا يدل أن قانون التسارع والبكرات اكتشف قبل نيوتن بآلاف السنين، وليس هذا فحسب، بل أن الأدلة التي تقول أن الآشوريين والهكسوس لما غزوا الفراعنة قبل 4000 سنة وقبل 5000 سنة وكانوا يستخدمون العربات التي تجرها الخيل، هذه أقدم منها بمراحل كثيرة. هذا أيضا حصل له نقاش كثير بين الفيزيائيين، لأنه يدل أن هذا القانون اكتشفه العرب قبل نيوتن بآلاف السنين، وليس أنه حديث قانون التسارع. وحتى صناعة العربات وهي موجودة في المتحف المصري، العربة ذات المحور المتقاطع، حتى في وسطها في محور داخله قضيب، لأنه دائرة داخل العربة نفسها.